البعثة حقيقة ولدت ميتة فيما يتعلق بالاتجاه الليبي، ولا تريد إلا ما يتعلق بإطالة عمر الأزمة وتعمل على إدارة الأزمة، وأيضا محاولة قدر الإمكان الترضية للأعضاء المكونين لها. البعثة ليست ليبية، ولذلك البعثة هناك بروتوكول يحكمها ما بينهم. لماذا لا يتم مراجعته؟ لماذا لا يمكن نشر أيضا بنوده التي وردت ما بينهم وبين ليبيا؟ لماذا لا يتم العمل على ترقيته؟ لا تثق في البعثة. البعثة حقيقة كان غسان سلامة، ولا أقول غسان، كان جزءا من عنصر الإشكال. من الذي عبد حفتر؟ من الذي أتى به إلى المحافل الدولية؟ من الذي جعله صنما يقتل الليبيين؟ قتل الليبيون بهذا الرعديد. حتى الواقع، ليبيا تحتاج إلى قرارات استراتيجية واعية، تحتاج إلى نوع من القرارات تكون جريئة، وتحتاج إلى الصبر، وتحتاج إلى العمل، وتحتاج إلى التآزر في الفبرايريين والوطنيين. شكرا جزيلا لك دكتور محمود. إلى الجميع، ولكن إلى الجميع الوطنيين دون غيرهم.